قالك ايش وكيف ثقل يا حبيبي والحش ما راح انيه. Yeah. Sadie Thugs. الموت مع الجماعة رحمة والدنيا زحمة راح اشحط كل واحد فيهم كني جيبي لين قالوا جوي جو بزورة في شي في الصورة ما كانوا الابله اللي تفلسف هنا لحد جاي دقوا بابي راح اجيهم افرق فيهم قصد غضبي هيا لحد يجي يقولي وي غزيت الاول جب تلاتة وكل شماتة حاسميهم ماوي وسيكو كوكو تشبه مي لا من جد ايش الجودة بيقولوا عني مجنون بس لو تسمعوا الاسماء حتقولوا شلة سبيستون الاول جا وتصفق راح يبكي للبقية ونظامي راح يتطبق حتى لو جانب مية يكتب عليهم روجي ويرفع فيهم كاوي هدول يتسووا سوفليه والعبرة لكل راوي عمره لحد يجي يفكر يرمي عرض لاني بمسح بملامح وجهه الارض اسيب الواتسنة يقوم يسوي فيها داعس وانا في ثلاثة ايام اعدام كاني داعش تفكيري جامل الصميم تقول مباحث اجيب لي مخي ايس كريم لانه لاحس قلك يدور وهو اللي شاره لاني في كل مكان اطلع له كاني ماره اجيله حرق نار هو يسوي باره الجو المزة دايا وادقم حلو فاره تلقى دحين قاعد يسمعني خايف الناس اكيد بيرسلوا له شايف قاعد بيفكر كيف يرد حايس لانه عارف ان اسلوبه جنبي خايس انزل له بجو حماس كاني ضارب بايسون اني يبغى جو ملاكمة اقلب له تايسون كانه مايكل جاكسون عنده اقوى سحبة لانه اني زل قدامي بيقلب والحش ما راح انهيه من غير ما ديه اجيله بخطه واخطيه واشكل فيه انسى وعام حواليه واشارر بيه كاني امه حربي ورد فيه ان كان دجاجة انا الرب ذكره يحبه ويحبوا انهم يكرهوني كل مين جاني زبطوه في دقيقتين كانوا اندومي من دعاكم لا تنسوني الاحسن بزورة وبيحسدوني من كتر ما لفلت فوق صرت كاني قولي من غير توني الباقي صار مالي حل يا يرمي اسمي يا يندل ان سوى جوي يطنش لكن عمره جوي ما ينمل دام قاعد هنا رجل على رجل بس اتفرج اول مرة يجي لاعب يدرك الكل لكن من المدرج دام بتجي فيوز من فين 20 مليون في سنتين لا يكون بيعبد العين دام نور امسين كيف بيجيب كلام وداو ليش عايش ملك ولي جيش والباقي مو لاقي عيش هي قول ما شاء الله سوي عايش الدور انا باني العمارة معبي فيها سي فور ومستني الاشارة ايوه الدنيا غدارة جوك سواقة افشخ لك الطارة وين هتقلب حقارة اداس عليك انك اوسخ سجارة اذا مالك في الفاول شوف احسن لك تناول انا مختم ام اللعبة انت لسه بتحاول واذا كنت بدك انزل لك بالنوف في الاوض ما في الشك اديك دمتك لين المحنة تنفك اواجيك انجليزي واحطك في الجك يا بنت صار زي البنت قوله بنت انك بنت وين يتأخر زي البنت قوله بنت انك بنت وين كان يتعذر زي البنت قوله بنت انك بنت يعني بنت انك بنت لانك بنت زي البنت يقول يوم سمعت دس شخيت 3 ايام حافز نفسك في البيت كتب باسلوب مكرر مليت متخرجتها بهجت ندي ما لقيت اديتك الفرصة وانت نخيت صرت كانك ميك ميل بتصفق من دريك ولسه بيقوم عليك زر البيك لان تصير ما انت قادر تمشي من كتر بنت انك بنت نسوي صدام وانت ما تسوى رفرة بنت انك بنت نسوي حق بوكس وانت لسه بتتكف بنت انك بنت نسوي خلص وانت دوبك وصلت نسوي حق حط لكن انت اللي شلت انا حي مجهودك لكنك في الشلك يا ان كان لعب ودي حمسك خطا وبيسي عدي وانقلب جدي راح اطبع وجهه بشكل يدي ودي على راسه
على راسه وديك على راسه لين يلقى وجهه للصيق في مدعسه أول زبون راح يكون التمساح ليه لأنه كتير قالوا سبب نجاح ليه لكن الأبلها تهور وطاح فيه خطي بوجهه حياكل سداح فيه الله يعينه لاني في ثواني حقلب له في سنينه واجيب في كباري من نوع رونالدينو ويحس بحرارة من غير هالبينو ويصيح كأنه حشي بقوة ايش فتوة لا يدعم وجوة دوبا بدل ما يشوف له حمية صار 30 جاد وخوي دوميا برضو دوبا إن كان لعب ودي حمسك خطأ وبيس يعدي وإن قلب جدي راح أطبع وجهه بشكل يدي ودي على راسه يقول لك في مصر المثل يقول لك إن غابك يطلع بفار لكن من سوء حظ الفار إنه خطته قلب جو انتحار بما إني أنا هنا العري أكيد ما في اختصار متخيل أشكالهم وهم بيحاولوا يعرفوا من فيهم الفار مين فيهم الفار فيهم الفار فيهم اللي ناهت له مسيرة تفعيد الكفار مين فيهم الفار من فيهم الفار من فيهم الأسد اللي في الآخر بيقلب الشار عرفوا ان الدعشر مسافر كلهم لما دفاتر بدأوا يدرسوا كان اختبار النهاية وما حد مذاكر عرفوا ان الدعشر مسافر فجأة صار كله بيكابر لكن بالحركة دي انهي كل اللي فيك اني راعي مجازر قال لهم عقلهم اني حاسب لهم جواهم يمشي سهالة قال لهم عقلهم انه لو نزلوا لي كلهم تمشي رجالة قال لهم عقلهم غلط لانه الهرجة حتنقلب فشالة بعد ما نزل لهم انا براسي ووري سداسي وصول العطالة ليش والمتى حيفضلوا متهيين إن جات على الرجالة كفينا ووفينا لكن تيجي للندالة نحنا نتحس ما علينا السافي جو الوحدة هدينا ما بنينا رجع جو الرسالة عندنا ما بدينا لأنو الناس بس تبغى تعيب حتى لو جيب الطيب كان نمتكي بجو بلوتا نكون مستقيدي بايقيد ما عمرهم يفرق معنا لأنو نتفك المجال حتى للناس الجبانة وين الناس تبغى تلاقي اي شيء عيب فيه ما تفرق معي ما تفرق معي ما تفرق معي ما تفرق معي وان كان يهمك انك ترضي كل فيهم ما تفرق معي ما تفرق معي ما تفرق معي ما تفرق معي ان كان الحجر من والمطر نازل من سما وين كان الشهر 30 و12 شهر بسنة وين كان يهمك الواقع أكيد متابع من أنا مالك الراب السعودي وطيب زمن وداري يعني خش في أي بيت كان يجنس بس ما حد يفهمني أو يقدر يتفهم فني معظمهم من صدق بني مستوي يبغى يدعني وإن جاته الفرصة يتقدم حيجينا نضاري ويطعني مع الحشمة على هذه الكلمة بما إنه صار يستقعد على الغلطة أنا حاجب له جلطة وأخش في الأرجاء كأني هندي يرقص حرطة وأقلب عليه حكومة كأنه داكي مويا وفرطة ويصير بس يفقع مني وأصيده في كل مكان كأني مستشفى الأمل والواد يشكي من إدمان يجي جنان وما يوقف كمان يا مان زي ما كان يا مكان في قديم الزمان في أمان راح تسمع شي جاي بالرايق لكن متلغم بالداس الحاقد يسمع من الضايق بس صاحب تاكي مبتسم ومهما ايش قال الحاقد ما عمره يأثر في جو اسمي صار زي النار قابل لا انه الناس دي بتهوي ايوه راح افشخ ام الالحان هنا عندك شي وامشي جوي كاني قرصان هنا عندك شيء واقول لك اسم الاحكام ان انت تبغى تروح تفهم الفرق اسمه قاني ما هو لايف نيجا عندك شيء المهم صرنا ناس تافين بس فالحين نحق اللي بعض قاعدين وجند اليهودي اللي يهدد وجودي بينهب ويدمر في ارض فلسطين فين ايام زمان كان في عزة مو مهرجان والدين كان وجهة توحدنا ويفرض قوتنا في كل مكان
ما حد كان يتجرأ يتفلت او يفكر يوم يردعنا. لو اجيب لك اي من فيهم حيقول لك معنى تقربعنا. الان كله بيراقب الساكت لانه عارف انه سمه مناكت. هم بيكبروا لهم سنين نحنا بنقسم مذاهب الدين. بس نقسم الناس بس نقسم اجناس بس نقسم الوان بس نقسم اوطان جو الوحدة ينهان. I was born in a time where I was a decent son for fun without money returning to earn my with a pure mind and a clear soul. Back then we stood near for pure fall. Back when we put fear for all rise for the same pie. Only one side, only one set of rules and the same guy by the same guy. Not the same die, not the same change range. It became low. People saying they ain't just a game though. People playing their games while the pain of the same kind of people maintain like a day show. Some living giving hope in an ally. Others waiting for a vote when a man dies. I'm saying it's a joke if it don't move till the same rules go through in the south. يا ما كان في قديم الزمان لما تشوف الافعال تعرف معنى الاسلام. كانوا يقولوا انه نحنا في لحنا بس احنا عشان بكف احنا اعلام. لسنا نجاري ونداري المجاري بالتالي اخلاقنا صارت كلام. صرنا نوالي اعلامنا بالي يا ريتنا كنا من صنع اليابان. مين يطلع مين مسؤول كله ساق علي بهاكول. كله يقوم يترقص لما فريقه يجيب له جول. فلسطين مساكين بالشغل الاتي مواجه مين. في اشاعه تقول تمسح لي طلع دب اسمه ابراهيم. صرنا في عالم تاني حد داري عن التاني لكن طالع في المباني. حتعرف اخر زماني جاء دور ربك وترجع. شوف العالم كله فاير بس يبغاله زي عمر حصانت على الطاير. قاعد هنا ماسك جوي ماني عارف ايش اسوي. شايف اعلام سال زبالة كله يشكي نفس الحالة. أنا هنا أسوي كل حاجة تيجي في راسي. أنا هنا أسوي كل حاجة تيجي في راسي. أنا هنا أسوي كل حاجة تيجي في راسي. كل اللي بتقوله برضو يمشي اللي يجي في راسي. مع الحشمة.